بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. هقول لكم على مساج رائع للعين، طبعا مع بعض تمرينات اليوجا جاب نتيجة والحمد لله. بتهيألي ان انا عينيا اتحسنت عن الاول، حتى لو مش 100% بس احسن من الاول. كانت مترهلة، الترهل كان نازل كده، دلوقتي هو الحمد لله. طيب ايه هو المساج؟ شوفوا بقية التمرينات في نصائح الجمال في قائمة التشغيل. المساج هنمسك صوابعنا كده دي ونرفع حاجبنا بالراحة بالراحة، مش هنشد كده. انا بتعامل دايما مع وشي بالرفق كده، واجيب 3 صوابع دول واعمل مساج بالراحة. ده بيعمل ايه بقى؟ اعمله كده 10 مرات. بيعمل ايه؟ بيعمل تصريف في السائل الليمفاوي ويفتت الدهون اللي تحت العين، وكمان بيشد جفن كده. نعمل 10 مرات. في الناحية التانية نرفع حاجبنا بالراحة. الله أكبر الله أكبر. عشر مرات الناحية دي، 10 مرات الناحية دي، مفيد جدا. ويا رب دايما بصحة وعافية، من غير أدوية، من غير أمراض، من غير تجاعيد، من غير شيء يكون فعلا. أشوفكم على خير.